الاحتجاجات في 1986 ملي وقع استغلال المناجم ووقعت ندرة في المياه وتأثرت الفلاحة في المنطقة. ثم كانت هناك كذلك احتجاجات في 1996، ثم في 2010، ونحن نعلم كذلك بأنه الشركات اللي كانت تستغل آنذاك الفضة كانت كارية الهكتار الواحد، كان في اللور عندها 25 هكتار، كان كارية سنويا ب 800 درهم، ثم خدات 225 هكتار وكراتو ب 1200 درهم سنويا للهكتار، ثم مؤخرا 400 وكذا ديال الهكتارات وكاريا ب 2500 درهم للهكتار الواحد. سيد الوزير، هذه الاحتجاجات منذ 1986 والساكنة متضررة، والشركات اللي كتم استغلال المناجم في ذاك المنطقة دخلات في حوار مع الساكنة، لكن لا زالت لم ترى النور الحلول. سيد الوزير، شنو هي التدابير بحكم أن السلطات المحلية تدخلت من أجل تستغل شركة معادن إمبر وهي فرع لمجموعة تابعة للهولدينج الملكي في المغرب هذا المنجم منذ 1969، وهو ينتج سنويا أكثر من 240 طنا من الفضة، ويعتبر أكبر مناجم الفضة في إفريقيا، وقد بلغ رقم معاملات الشركة في 2010 ما قدره 740 مليون درهم. وتشير وثيقة داخلية إلى أن المنجم يجعل من المغرب أول منتج للفضة في إفريقيا. هو منجم مهم بالنسبة للفضة، بحيث أنه يعني تنتج ما بين 220-230 طن ديال الفضة الخالصة سنويا. وهذا النسبة تيفيزي وهما في المستقبل أنهم يوصلوا 350 طن في العام، وهذا الشيء كامل الإنتاج مرتبط أساسا بكمية ديال الماء والجودة ديال الماء، لما يكون ماء صافي هو اللي غادي يساعدهم باش يوصلوا لهذا الأهداف والأرقام اللي سطروها، ولكن على مصلحة ديال الفلاحة ديال الفلاح في إمادر. حيث في 86 فاش داروا فاش حفروا داك البير تارغيت، الأغلبية ديال الفلاحين ما بقاش يخدموا الفلاحة، وأصلا داك الفلاح اللي جاب المرتبة الثانية في 1996 ولا خدم في سيكتور آخر، ما بقاش خدم في الفلاحة، ولا خدم مع واحد مقاولة مناولة في المنجم. يعني تديفيا هذيك الحياه ديالو كفلاح، ما بقاش ما عندوش مستقبل، ولا تيقلب غير على طرف ديال الخبز مع المقاولات المناوله، كتخدم في واحد الظروف اللي هي سيئه. اغلب ساكنه إمادر كانوا رحلا قد استقروا بالمنطقه نظرا لوفره المياه، إذ كانوا يعتمدون على ما تنتجه الأرض. وبالإضافة إلى ثرواتها المعدنية، كانت إمادر تتميز بإنتاج فلاحي ضخم، وكانت تحتل المراتب الأولى على مستوى إنتاج الحبوب بمنطقة ورزازات الكبرى. لحقاش دان زدت خافي ندير شي تخن وما نقزد غنديش ماما ما تشرب الزن ما تشرب هاك الزن باش هادي شي ند ما يعني إمادر اللغه الامازيغيه ما يدي يعني إمادر وهو المكان الذي يوجده الماء فوق الارض اي يعني إمادر اللغه الامازيغيه. إقليم تندير الغني بثرواته الباطنية في حاجة ماسة إلى التجهيزات الأساسية والبنية التحتية خاصة بالوسط القروي. شركة مناجم الواعية بهذه الحاجيات تبادر اليوم وتوقع على 5 اتفاقيات شراكة مع المؤسسات العمومية والنسيج الجمعوي بغرض النهوض بأوضاع السكان. إنجاز هذه المشاريع وقمنا يعني تقريبا بإنجاز أكثر من 60% من هذه المشاريع، وفي الأشهر المقبلة إن شاء الله سنستمر في القيام بالمشاريع الأخرى. نحن كذلك
في صدد الإعداد لمشروع استراتيجي يعني التنمية المستدامة في المنطقة على طول 3 سنوات. إن شاء الله هذا المشروع ستظهر البوادر ديالو في الأسابيع المقبلة. يتحدث ساكنة المنطقة بحسرة على ما حل بفلاحتهم جراء استنزاف الفرشة المائية، فلسد حاجياتها من الماء تضخ الشركة حوالي 24 لترا في الثانية، وذلك يؤثر على المياه الجوفية التي يستغلها السكان في الفلاحة. الشركه باش تخدم الماء اثرت على نمط العيش ديال السكينه، ولاو اوبليجانو يقدموا يقلبوا على بدائل ديال هاد الفلاحه في عز الازمه اللي تتخبط فيها المغرب كامل ديال البطاله ديال الفقر والهشاشه. ولا ننسى انه ايمانا مصنفه الثالثه على مستوى اقليم تنغير من حيث الفقر ديال الناس، لان الناس كلهم ما يمكن لهم شيء تضفوا غير من تمايا، وكل مره يعني كاين هناك شيء مجموعه تعرقل هذا العمل، تقول لا نهائيا. حتى الماء عليه خلاف، كاين دراسات اللي تقول ان هذوك الابار الجداد لا تؤثر لا تمس بالمخزون العام، ولكن رغم ذلك يعني اصحاب المنجم قالوا مستعدين اذا كاين يعني شي حاجه ديال التعويض في هذا الباب هذا اللي كيدر نعطيوه. وتنعرفوا الفلاحه في ديك المنطقه زعما ما خصناش نكونوا تنال. وكان مكتب إنوفار قد أنجز دراسة تأثير لفائدة الشركة المنجمية شهر يونيو سنة 2004، وخلصت هذه المقارنة إلى تسجيل انخفاضات قوية في بعض الخطارات، ووصلت نسبة التأثير السلبي على الخطارات إلى 61% حسب وثيقة حصلنا على نسخة منها. وأكد مسؤول مكتب الدراسات إنوفار في وثيقة أخرى أن السبب وراء الانخفاضات المسجلة قد يعزى بالدرجة الأولى إلى تأثير استغلال الثقب من طرف الشركة المنجمية. فاش كان الاستغلال ديال المنجم غير في ظرف ديال الشهور الأولى من غش 2004 إلى ما تم ديال 2004 نيس يعني انطلاق البداية ديال 2005، كان تأثير واضح واللي وصلت أكثر من 60% في الخطارات. وهنا أحد الآبار الفلاحية التي تستعمل لري هذه الحقول، يعني هو مثال لعشرات من الآبار يعني متواجدة في المنطقة، وهو جاف حاليا، يعني الأراضي مهجورة بالكامل، يعني هذا هو مصير هذه الآبار الفلاحية كما تشاهدون. أصبحت جرباء بسبب الاستنزاف للفرشة المائية، يعني من أجل يعني المياه الصناعية التي تقوم شركة معدن إنوفار باستغلالها في هذه المنطقة. هذا مشكل اللي جابته الأنشطة ديال المنجم اللي كتضعف الإنتاجية ديالو كل سنة مورا سنة، كيكون هذاك الإنتاج ديالهم تيطلع. هنايا كاين تأثير سلبي على فلاحة، والناس اللي ولاو تيقتاتوا يعني تيبيعوا في السوق ولاو ما لقاوش غير ياكلوا، حيت الفلاح كان تيدي الخضره وكان تيدي السلعه ديالو تيبيعها في السوق، وهذاك الفلوس باش باع تيشري بهم دقيق والزيت وداك الشيء الاستهلاك الاساسي ديال الدار ديالو. ولكن اليوم خاصو يمشي يزيد من جيبه ويمشي يقلب على موارد اخرى باش يلا غادي يتقدم السوق. الى كاين ضرر للساكنه
احنا اولى كحكومة اول من سيقول لهذا ارباب هذا المنجم انكم ما يمكنكم شيء تشتغلوا لان هناك ضرر. ولكن عندما نجد ان يعني ممكن تكون الفائدة للبلاد اولا للساكنة اولي ارباب المنجم لماذا نحرم هذا؟ فستتخذ المسؤولية الحكومة.